ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف على المنتخب الأولمبي. كابتن بركات أهلا بيك، منور وكل سنة وأنت طيب. ازيك يا هاني؟ وانت بالصحة والسلامة ورمضان كريم يا حبيبي. منور الدنيا والله أكرم، مبسوط إن أنا بكلمك كابتن بركات. تسلم يا هاني، وربنا يوفقك كده دايما كده وتمتعنا كده جميعا كالعادة. جميعا بإذن الله. مبروك، فرحتونا مش بس عشان التأهل لكن عشان الشخصية اللي بيظهرها المنتخب الأولمبي، وأكيد عشان التأهل لأمم أفريقيا. والله يا هاني يعني طبعا احنا الحمد لله يعني بنشكر ربنا سبحانه وتعالى ان هو الحمد لله. وفقنا ان احنا المرحلة الأولانية عديناها بنجاح. كلنا عارفين ان هي كانت ثلاث مراحل، المرحله الاولى احنا ما لعبناش، القرعه جنبتنا، المرحله الثانيه قدرنا ان احنا نتخطى اسواتيني، كانت دي اهم مرحله اللي هي الماتشين بتوع زامبيا. برضو ربنا الحمد لله وفقنا، الجهاز الفني بيشتغل، ميكالي مدرب كويس هو والطاقم اللي معاه، في استجابه كويسه جدا يا هاني بصراحه من اللعيبه، مستوياتهم دلوقتي احسن من البدايات خالص، وده شيء بيسعدني على المستوى الشخصي. وقدرنا ان احنا نعدي زامبيا، قدرنا ان احنا نكسب هنا في مصر 2-0، قدرنا ان احنا نروح نحافظ في المباراة التانية، بنتعادل 0-0، بنتأهل، ودي زي ما بقول لك الخطوة الأولى. طبعا الخطوة التانية طبعا هو التعامل في بطولة كأس الأمم إن شاء الله في المغرب، وإن شاء الله يعني يبقى نفرح الناس ويبقى في مجال كده بإذن الله إن احنا نشوف المنتخب الأولمبي في الأولمبياد إن شاء الله هنا. ان شاء الله. البطولة نفسها في يونيو خارج الأجندة، والكلام على مستوى كيف سيتعامل المنتخب مع الأندية وتسهيل انتقال اللاعبين وفترة ما قبل البطولة من استعدادات، ازاي بتتعامل معها كابتن بركات؟ والله طبعا دي طبعا اكيد يعني دي بطوله رسميه هتاهلك للاولمبياد، فاكيد مش هيبقى فيها اي مشكله، ما اعتقدش ان في اي حد هيجي يقول لك انت بره الاجنده او جوه الاجنده او الكلام دوت. انت عارف هيبقى في اجنده قبلها، المفروض تقريبا في الفتره من 12 لحد 20/6، البطوله هتبدا من 24/6. يمكن الجزء الاولاني هيساعدنا برضو ان الاجنده موجوده، ان احنا برضو نجمع قبلها بحوالي 10 ايام مثلا، او نحاول ان احنا نجمع قبلها ب 15 يوم على اساس ان احنا برضو نستعد مثلا الاستعداد الاخير قبل البطوله، ان احنا نحاول ان احنا نعمل ماتشين برضو كويسين. قبل كده ان شاء الله في خلال شهر 4 أو 5 اكيد برضو هيبقى في معسكر، بنحاول ان هم كمان يبقوا معسكرين، ولكن تمام. برضو يعني على الاقل محتاجين ان احنا نعمل مباراه وديه سواء في شهر 4 أو في شهر 5، تمام على أساس إن أنا أخش البطولة على الأقل أكون لاعب 3 4 مباريات ممتاز. ضمن الاستعداد يعني، لأن زي ما بقول لك في تطور في المستوى ولازم تمام اللعيبة تحتك أكتر من صح كده، لأن البطولة هنا هتبقى صعبة جدا.